طلاب، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي محاضرتنا اليوم شوية نسوي مراجعة للمحاضرة السابقة التي باردنا بها كويز بالساعة بالعشرة، اللي هي الالكترولايت سوليوشن، ملي كوفلنت، ملي مولز، ملي اوزمولز. فشوية نراجع مراجعة بسيطة على مود من ندخل الشابتر الثاني نكون احنا مسيطرين. احنا محاضراتنا السابقة حكينا عن الالكترولايت والنان الكترولايت، وعرفنا شنو الفرق اللي بيناتهم. فحسب ما هسه معروض يعني قدامكم، النان الكترولايت المفروض هسه انتو قارين يعني للكويز، فأحد يجاوبني شنو الفرق بين الالكترولايت والنان الكترولايت؟ دكتورة، الإلكترولايت تتفكك بالمحلول والنون نعم، إلكترولايت ما يتفكك. ما يتفكك بالمحلول. كل الزين، مثل شنو النان الكترولايت؟ انت شنو اسمك؟ مثل لان انا بس الشاشة عندي عبد اسمك الملك دكتورة، عبد مثل الملك. NaCl، نعم، مثل منو النان الكترولايت؟ مثل NaCl صوديوم كلورايد، لا، النان الكترولايت مو الالكترولايت. مثل اليورين والإلكترود، عندي الكترولايت والالكترولايت مثل ال مثل NaCl. NaCl. نعم اوكي، دكتورة، شكرا. اوكي زين، اوكي. زين، الكترولايت شنو أهميتها بالبادي، يعني كبادي فلويد، شنو أهميتها الالكترولايت؟ ست أجاوب أي اسمك؟ يعني نور باهر. يلا عيني. أي مثلا راح تسوي هي مينتان البادي فلويد اوف الجسم، نعم مال الجسم، وايضا راح تحافظ على اللي احنا أي. نقول. يعني دكتورة صدق، يعني هي من لها فايدة بدخول وخروج المواد اللي بداخل الخلية، اي يعني هي طبعا، بمعنى اي لا احنا مش ليش قلنا يعني تحافظ على البالانس، بالانس اوف الكترولايت انسايد اند اوتسايد ذا سيل، ف اي يعني اكيد اي يعني هي ف كلش مهمة للجسم. نعم اي نعم، هي نعم هذه. وايضا يعني هي راح تسوي الكنترول اوف ذا ووتر فوليوم، اي وهيلب اوف ريجولييت اوكي بودي ميتابوليزم. اوكي كل زين زين. بالنسبة إلى إحنا قلنا شنو وحدة قياس الالكترولايت؟ شنو وحدة القياس؟ ترى الملي ايكوفلنت نعم، ملي إكوفلنت. اللي يجاوبني يعطيني اسمه يلا يجاوب. عثمان شنو وحدة؟ كاظم دكتورة. ماشي، يعني الملي إكوفلنت. زين، نعم دكتورة، ملي إكوفلنت شنو هو الملي إكوفلنت؟ تقدر يعني تعطيني فكرة عنه؟ شنو هو الملي الملي؟ ايكوفلنت هو نوع ما يوصف لنا كمية الكيميكال بارتيكلز نعم، أي بالمادة، اللي موجودة بالمادة، صحيح. هو زين، يعتمد على الكتلة المولية والكتلة والتكافؤ أي البالانس. ماي كل زين. أوكي زين، فمثلا احنا عندنا كيميكال كومباوند، مثلا الملي ايكوفالنت، مثلا نقول كي سي ال، الملي ايكوفالنت مالته 40، عندنا 40 ملي ايكوفالنت من عنده. هاي شنو معناتها؟ معناتها ايش قد عندنا، ايش قد عندنا بوتاسيوم، ايش قد عندنا كلورايد؟ دكتورة يعني معناتها 40 ب 40. نعم، 40 ب 40. 40 ب 40. نعم، اذا هي نفسها مو صحيح؟ نعم 40 ب 40. اوكي يا زين، بيني لأن هي وقارئ. الملي إكوفالنت، لأن هي الملي إكوفالنت تمثل الكل، تمثل الكي سي ال والكي والسي ال. اوكي، كل زين زين. بس احنا بالنسبة الى الملي اكوفلنت، هذا الجدول هذا مثل ما قلت لكم، هذا ترى انتم حفظتوه المفروض. الفالنس يعني بس الاتوميك والمولكيولر ويت، هذا علينا علينا احنا. ماشي، القوانين. من يعطيني الملي اكوفلنت؟ شنو القانون مالته عشان ينحسب ملي اكوفلنت؟ دكتورة، نعم الكتلة العفنات، اي الكتلة في نعم الفالنس اي على المولكيولار ويت. على المولكيولار ويت. اوكي زين زين، الملي مولز والمايكرو مول، الملي مولز والمايكرو مول
زين، شنو هي يعني، شنو فرقها عن الملي كوفالنت؟ دكتورة، هي المول والمايكرو مول ما يتضمن الفالنس بالحسابات، هو نعم صحيح، يتضمن الموليكولار ويت بالجرامز. اي يعني هي بتعبر عن الكونسنتريشن، الملي مول، الملي مولز والمايكرو مول، ها بتعبر عن يعني دكتورة هي الكونسنتريشن، كلها تعبيرات الكونسنتريشن. اي تعبر عن الكونسنتريشن، بس كل واحد بنظام شكل، بسيستم شكل يعني، ماشي، بس احنا المفروض يعني كلها نعرفها. زين، الاوزمولاريتي، شنو هي الاوزمولاريتي؟ نعم دكتورة أجاوب. اي جاوبي، الاوزمولاريتي شنو هي؟ ست دكتورة، هي المليم والت اوف سوليوت بير نعم، لتر اوف سوليوشن. يعني letter of solution. زين سوليوشن شو، زين شو هي يعني، شو تقيس لنا بالضبط يعني، بعيد عن القانون، هي شو تقيس لنا يعني، شو تنطينا فكرة عن شنو هي المليم دكتورة، والت؟ تعطيني عن الأزماتيك براجر إنه كل زين على الاوزموتيك بريشر، كل دكتورة. زين. زين هبة صادق دكتور، اوكي، اشت ايدش عيني هبه، شكرا دكتور. اوكي زين. هسه عندكم يعني في مثال مثلا واضح هنا بهذه المحاضرة، تدوني اشرح لكم اياه، اعيد لكم اياه ما دام اني فاتحة الباوربوينت مالتها. دكتورة ممكن سؤال؟ اي تفضلي. عادي، أنا البارحة يعني مرحلة الأسئلة حليتهم كلهم بالقانون، لأن بهاي يعني الطريقة مال الملزمة مرات تخربط، فحليت على القوانين اللي كاتبت لنا إياها، بس طلعت لي نفس الناتج. عادي طبعا عادي، انا قلت لكم الطريقتين، اي طريقه ترتاحون عليها هي تحلون بيها. انا بالنسبه لي انا شخصيا من شنو اتحل، شنو اتحل على القانون يعني، شلون احس اسهل يعني، اسهل أي صحيح. اي، وخطوات يعني، هو خطوه واحده وواحد بس يطبق قانون، بس يعني اكو قسم يفضلون على ذيش الطريقه، فاحنا يعني المهم الناتج عندي صحيح، تمام ماشي شكرا دكتورة. يعني، اي المهم الناتج صحيح طبعا. بعد احد عنده فد مثال معين، يعني فد يعني فد شيء معين يريد يسأل عليه هنا، انا ما موجود، ما فاهمه، منتهز الفرصه قبل الامتحان، شو تقولون طلاب؟ لو نبدي هسه بالشابتر الجديد، على اعتبار بالعشرة يبدي امتحاننا ان شاء الله. اوكي، العاده هسه اسوي شير شير للشابتر مالتنا اللي هو الانترافينوس. دكتورة، نعم أني بس قانون الملي أوزمول أني بمصطلح ال number of species، هذا هنا يقصد ب number عدد ال of particles، species، يقصد الإلكترونات. اي عدد الايونز اللي موجوده، يعني مثلا ال NaCl ايش قد بيها سبيشيز؟ بيها اثنين تمام صح، تمام بيها تمام الصوديوم بيها الكلورايد، تمام الكالسيوم كلورايد ايش قد بيها؟ ايش قد بيها الكالسيوم كلورايد؟ ها 3 CSO 3 بيها ايش قد؟ ثلاثة، مو يعني هي يعني CaCl2 مو صح؟ فثلاث، تمام وهكذا على العدد يعني تعتمدين. تمام شكرا. نعم، هسه راح نبدي.